ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ حلقه النهارده الحلقه اللي انا ما بحبهاش، عرفتوا هي حلقه ايه؟ حلقه السوق المصري. طيب اوكي، شفتوا اسعار عماله بتزيد عماله بتزيد، تسال الناس اللي في السوق تقول لك طب ما حضرتك كنت مسعر قبل كده على السعر بتاع السوق الموازي، يقول لك مش عارف كان 31 32 دلوقتي ايه اللي حصل، ما يقول لك السوق الموازي زاد. السوق الموازي ما عليهوش حركه خالص، ويقول لكم غير كده يبقى بيروج اشاعات، ما فيش حركه، كله خايف خالص. ليه؟ لانه اللي شايفه كده بصراحه ان البنك المركزي فك الدنيا وبقى السعر مطاط في البنك، والناس، ومش بتكلم على العربيات بس على فكره، انا بتكلم على كل حاجه تانية كمان، العربيات والسلع وكل حاجه، الاسعار ضربت على الناس كلها. وعارف كل تعليقاتكم، ما فيش حد يعني مغيب ولا اي حاجه. ولكن اللي انتوا شايفينه ايه؟ انتوا شايفين ان الدولار بقى في البنوك مطاط. يعني ايه مطاط؟ الصبح بسعر، اخر النهار بسعر اوطى، يعلى ويقل. اخر النهار لما الضغط يقل عليه معنى كده ان هو بقى فعلا محرر. طيب فبرضه يقول لك العربيات انت حضرتك كنت مسعرها على السعر الموازي ولا كنت مسعرها على البنك، وبعد كده دايما هم دايما عندهم حجه، كل ما الناس التجار الجشعين كل ما بيشوفوا حاجه بتزيد يروح هو ايه مزود، يزود التوقعات بتاعته. طيب اوكي، دلوقتي انت حضرتك بتسعر على ايه بالظبط؟ ما حدش فاهم الصراحه، ده بالنسبه لي لغزه في اسعار العربيه. احسبوها واقسموها على سعر الدولار والجمارك واعملوها بالعكس، هتشوفوا الحكايه برده ما زالت ايه طايره. مؤخرا اقول لكم، انا كنت بدور على عربيه للشغل، فقلت اشوف، انا احنا متعودين على سكودا اوكتافيا في الموضوع ده، فرحت اشوف اوكتافيا في معرض جنب المكتب على طول، عديت الشارع اوكتافيا الستايل اللي مش عارف بكام، وقتها كان لسه ما قفص قفزه كبيره. ما جرؤش اسال بقى دلوقتي خالص، مش هروح اصلا. قال لي حضرتك تمنها 1,200,000. قلت له ايه، المرسيدس ولا الاوكتافيا؟ اوكي، انت يمكن سامعين سوق الموتوسيكلات، انا في العين السخنه مكاني المفضل في مصر، حيث الاحتراق الداخلي يتغلغل في الدماء. طيب ولكن اللي انتوا على الاقل شايفينه بدايه خطوه مش وحشه. في طبعا ناس تقول لك لا ومش لا، اهدوا كده، اهدوا، ويا ريت نتعقل. مجرد ما الضغط على الدولار يقل، وهو فعلا ابتدى يحصل، ابتدى يحصل بره في امريكا، بصوا على معدل التضخم في امريكا نزل من كام لاخر حاجه النهارده من وانا بسجل الفيديو ده 6.9، فالمعدل ولا اقل كمان، معدل التضخم كان وصل للتسعات عندهم ونزل، يعني هم سيطروا على التضخم. هتقول لي وايه علاقتنا بالقرف ده وانا مالي، ما تشوف الاسعار والنصابين اللي انا هقول لك. لا، ليه علاقه. العلاقه ايه؟ نمره واحد، ان اللي عنده دولار اللي كان بيهتم ان هو يحط الاستثمار بتاعه في مصر اللي هي الهوت ماني او شهادات الخزانه، انا مش خبير قوي في التعبيرات، ساعات بيقعوا مني، انا مخي بيفكر بالاحتراق الداخلي عادي يا جماعه، ولكن فاهم الافكار شويه باعتبار شغلي يعني وخبره برضو فيه، ولكن انا مش بقول لكم ان انا خبير اقتصادي، ولكن انا شايف اللي بيحصل والخبره بياكدوه والله اعلم. ولو ان كلمة خبرة دي ما بحبهاش قوي، لان كلنا خبرة الحقيقة، بس ما علينا. طيب هو قل الضغط عليه، وبالتالي الضغط على الدولار هيقل، فاللي يحصل ايه؟ بدل المستثمر ده يقولك اه ده انت عندك في مصر شهادات ب 25%، تعالى هجيب دولار وهاخد ادخله مصري واقبض وانا الكسبان. فعلا دي حقيقة، ولكن عشان يحصل الخطوة دي لازم السعر يكون في البنك مطاط تماما، و مطاط، والتحرك اللي فيه لسه مش كبير، هو مازال التحرك، احنا بنشوف جنيه من 30 او جنيه من 29، نسبه مازالت عاليه بس مش وحشه قوي، بس لازم النسبه تستقر اكتر من كده. هتحصل بقول لكم، واللي بعد كده هيحصل ايه؟ ان الدولار يبتدي يجي لك في صوره اذانات خزانه او هوت ماني او ناس بتستغل ان انت عندك الفايده عاليه جدا، وتدخل وتطلع، يبقى عندك خلقت السيولة، ولما بتخلق السيولة بتحل واحدة من المشاكل، اللي هو مشاكل كتيرة وكلنا عارفين ان في أزمة واللي انت عايزه من هنا لبكرة، وانا مش بقلل من اي حاجة، واحنا كلنا فاهمين الاسعار وبعيد وزيد في الحتة دي، بس على الاقل
ما زلت عند توقعاتي، يمكن اكون غلط، بس انا شايف انه مجرد ما الضغط على الدولار العالمي يقل ومصر السعر بتاع الصرف بتاع الدولار في البنوك يستقر مهما كان الرقم، هنبتدي نجذب شوية فلوس من الخارج، والمسألة ما هياش معقدة وواضحة وصريحة، فلازم نستنى، لازم نصبر. فدلوقتي حضرتك بتتفرج، بتبراوز يعني بالظبط كده، داخل مول وبتتفرج على الهدوم معروضة فيه، اتفرجوا على العربيات اللي انا بعرضها لكم ليه، ولو فيكم اللي مركز قوي، انا مش يعني هي القناة حبا في العربيات، انا اوكي بعمل ريفيوز وكله العربيات الجديدة والقديمة، ولكن انا بحب العربيات، واعتقد اللي بيتابعوني برضو بيحبوا العربيات وعايزين يتفرجوا على كل ما هو مختلف وجديد ونادر، تمام؟ يعني ان شاء الله بدون مقاطعة في ال 504 ستيشن واجن دي بقى طالعة يعني فابريكا، دي حاجة غريبة او نادرة قوي، ان شاء الله هتيجي للقناة واحدة من العربيات اللي بقى ايه دماغ هي كمان. وعلى هذا الاساس قناة مبنية، ومن الاساس انتوا عارفين ان القناة مش مدفوعة من الوكلاء، القناة مدفوعة من اصحاب العربيات، بداية بالعربية دي قصة بفضل اعيدها لكم وازيدها عشان بس تبقوا عارفين، يعني ان انا التركيز بتاعي على العربيات اللي بتعجب اصحابها وليهم هدف كويس قوي. مجموعة موتوسيكلات مقصرة قوي، وانا الحقيقة مكسل اركب المايك، اوكي غالبا ان المايك فصل شحن يعني، بس ما علينا. طيب فنستنى لغاية يونيو، ده رأيي، اللي هو بداية الربع الثالث، لما أمريكا تكون هدت معدل الفايدة على الدولار كمان بوضوح خالص، ونشوف هيحصل ايه في البلد، ونشوف هيحصل ايه وقتها، وقتها نكون احنا استقرينا، وقتها نكون اخدنا. واحد بيحرق كاوتش برضو، مأثر عليا قوي يا كابتن، خطر برضو اللي بيعمله، شكله مش مسيطر، بس ما علينا. نشوف وقتها نكون استقرينا على ايه، نكون اخدنا جات لنا بعض الاستثمارات من الخارج. في ناس كتيره بتقول في فلوس جايه من الخارج، ولكن خلينا نعتمد على الفكره البديهيه انه المعدل التضخم في امريكا بيقل، فالعالم هيتنفس، واحنا كمان هنتنفس، واحنا من اكثر الدول متضرره من القصه دي، فلازم هنستنى اليونيو. والله اعلم، وبقولها لكم دايما كده وتحتها 100 سطر على اللي بيسالوا برضو، انا رايي يونيو ممكن نشوف انفراجة، وخلي اللي عنده العربيات هنا اللي عمال بيزود فيها وبيقول لك اصل بكره السعر كذا، وبعدين يقول لك اصل سعر السوق السوداء النهارده بقى كذا، مع ان السوق السوداء بقول لكم نايم، خايفين لعده اسباب، والاخطر من كده ان هم مش عارفين، يعني هم نفسهم عاملين حاجه اسمها ويت اند سي، قاعدين كده بيقولوا هنشوف بقى، هنشوف. وانا رايي ان هم هيستنوا شويه معانا لغايه لما يبقى في انتهاء لي كامل، ده رأيي بصراحة. ثواني حد بيتكلم، فخلينا نشوف. انا ما زلت شايف ان في امل ان الجنيه يستقر ويضعف سنة، لكن الحاجات دي هتاخد وقت، مش هتبقى مسألة سريعة زي ما الناس فاكرة، هتاخد وقت، وعلى الاقل السعر مطاط دلوقتي وبيعكس القيمة الحقيقية لغاية لما نشوف يقل شوية، اول لما يبتدي يستقر حتى، او نعمل اي حاجه نبقى نتكلم على العربيات تاني في الشراء او في البيع. طبعا لو حضرتك بتعمل ابجريد اهلا وسهلا، يعني عادي الابجريد مش فارق، لانه كل العربيات سعرها زاد، فالفرق تقريبا هو. طبعا في عربيات عليها طلب اكتر، وعلى عربيات عليها اوفر برايس اكتر، ولكن برضو ادينا شايفين الوضع عامل ايه، وهنستنى شويه عليه، لازم نستنى ونبقى فاهمين وما نبقاش مندفعين وبنجري ورا الكلام الكتير اللي الناس بتردده، واما بهدف ترويج اشاعات، يا اما انها متضايقه. محدش معترض ان الدنيا صعبه، صعبه على كل حاجه وكل الناس وكل الاطياف، تمام؟ واللي يقول لك البنوك وهيزود الركود، بس لازم تسيطر الاول الاهم على التضخم، ده الاهم، اوكي؟ عشان كده البلد بتعمله، حتى لو كان في حاجات كتيره ممكن يكونوا بيتخبطوا فيها مش مشكلتنا، لكن على الاقل في حته التضخم بيحاولوا يحلوها. خلينا نشوف، ونشوف على يونيو لغايه كده، لغايه يونيو اتفرجوا على الفيديوز، دايما في فيديو ان شاء الله بحاول، وواحد بيسالني انت بتجيب عربيات منين، الخير فيكوا دايما، وهعدها للمره الخمسين الف، السوزوكي الارتيجا، اسمها مظبوط قوي بس ماشي، ارتيجا احنا بظبطنا الاسم طبعا، او تويوتا روميون، ناس كتير قوي تسالني على الريفيو عليها، وانا مش لاقيها خالص. واستنوا بكره
بكره او بعده مش عارف هقدر اخلص الفيديو ولا لا. عربيه نادره جدا بيسموها اديشن 1، حد فيكم يقدر يعرف؟ اوكي، السوزوكي الارتيجا التيوتا الروميون، وطبعا وطبعا دائما وابدا لازم انهي بيها كل فيديو، التيجو الايت البرو اللي مش لاقيها خالص. بس كده، خلينا نشوف ونبقى عاقلين. سلام.